بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون كتابا باللغة الإنجليزية بعنوان تركيا قوة استقرار في عصر الفوضى العالمية. أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية للتعرف على أبرز ما جاء في هذا الكتاب المهم والذي يوضح رؤية تركيا للمستقبل والصادر عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. ولكن في البداية أرجو أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يتحدث ألطون في كتابه عن أطروحات تركيا ودورها الداعم للاستقرار في وقت يشهد فيه النظام العالمي نوعا من الفوضى، ويحلل ألطون الدور الذي لعبته تركيا على صعيد النظام العالمي في الأعوام العشرين الأخيرة والتحديات التي واجهتها، كما يسلط الضوء على المحددات الرئيسية لرؤية الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة الخارجية. ويشير ألطون في كتابه إلى أن النظام الدولي يولد الأزمات باستمرار وبعيد كل البعد عن ضمان السلام والاستقرار، ويلفت إلى الخلافات الإقليمية ومشكلة الهجرة وغياب العدالة في توزيع الدخل، بالإضافة إلى التهديدات الجديدة كالجرائم السبرانية والكوارث البيئية المرتبطة بتغير المناخ والقحط والأوبئة. ويؤكد فخر الدين ألطون أن النظام الدولي الراهن ليس في وضع يمكنه من التغلب على هذه التحديات، وأن كافة الأمم بحاجة إلى مقاربة جديدة عندما تصيغ استراتيجياتها. وأوضح ألطون أن الدول الموصوفة بالقوى الكبرى المسماة بالعظمى تعمل على حماية مصالحها بالدرجة الأولى ضمن النظام الدولي الراهن. وأفاد أن النظام الدولي يعمل بشكل يتيح تحقيق الفائدة القصوى للدول الكبرى، ولو كان ذلك يشكل تكاليف كبيرة على العالم بأسره. وأفاد أنه يتم إعطاء الأولوية لمصالح تلك القوى عوضا عن السلام والاستقرار العالميين. وأفاد أن تلك القوى تتحرك في إطار مصالحها بالدرجة الأولى حتى عندما تهتم بقضايا مثل الهجرة غير النظامية وتغير المناخ والصراعات الإقليمية. وأكد فخر الدين ألطون على أن تركيا نجحت في مجابهة الكثير من الأزمات على المستويين الدولي والإقليمي. ويستطرد في كتابه بطرح الرؤية التي تدافع عنها تركيا المتمثلة بإجراء إصلاحات في النظام الدولي وتعزيز التعاون العالمي في مجابهة الأزمات، كما يفرد الكتاب مساحة للجهود التي بذلتها تركيا في مد يد العون للمحتاجين من اللاجئين على أراضيها. وربط ألطون في كتابه تحقيق السلام والاستقرار والرفاه في العالم بتحقيق العدل في النظام الدولي، كما بين فخر الدين ألطون أن تركيا ساهمت بتحقيق الاستقرار إلى جانب أنها مركز لحل الأزمات في منطقة جغرافية تمتد من البلقان إلى ليبيا والصومال والشرق الأوسط. ويدعو الكتاب لتبني الرؤية التركية في جعل الإنسان مركزا في نظام دولي جديد لحل الأزمات الدولية كوباء كورونا والتغير المناخي بعيدا عن المصالح لكل دولة. وجاء في الكتاب: لا تكتفي تركيا بالقيام بمسؤولياتها تجاه النظام الدولي، بل إنها تقدم حلولا في هذا الصدد. إن تركيا في السنوات العشرين الماضية أصبحت بقيادة الرئيس أردوغان مثالا يحتذى به ومصدرا للأمل من أجل عالم أكثر عدلا، وعلى الدول الأخرى أن تحذو حذوها من أجل تحقيق السلام والعدل والرفاه ومستقبل أكثر أمنا. بذلك متابعينا الأعزاء، نكون قد سلطنا الأضواء مع حضراتكم حول أبرز ما جاء في كتاب لرجل مهم وقريب جدا من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، لكي نتبين إلى أين تتجه تركيا وكيف يفكر عقلها. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.